20 رأسا من الأسماء المبتدئة رفعت الراية في هذه اللحظات مشاهدين الكرام. فتحت البوابات واندفعت على بركة الله تعالى الخيل المبتدئة عمر السنتين على مسافة 1400 متر في شوطنا الأول أول الأشواط في الحفل 42، والسيف السعودي يبدأ الصدارة في هذه اللحظات مع انطلاقة هذا الشوط، وكذلك المحاولات التي تأتي في هذه اللحظات ل19 ثلجي من الخارج الآن الذي يحاول أن يتقدم في هذه اللحظة، وكذلك المحاولات لموزون نجد، وهنا أيضا نشاهد المحاولة التي تأتي لمستولي للتقدم في هذه اللحظات، وسعودي أنجل أيضا الذي يتقدم في هذه اللحظة، والصدارة لمستولي الذي يأخذ زمام المبادرة في هذه اللحظات، والتراجع للسيف السعودي في هذه اللحظة، ومن الخارج الآن ثلجي الذي يأتي في هذه اللحظات، وهذا الجزء من السباق الريهجان أيضا، والتقدم في هذا الشوط لكريتيف سترايد، ومحاولة أيضا الانقضاض على الصدارة والمركز الثالث في هذه اللحظات، ولا زالت الصدارة ل16 مستولي الذي يحافظ على الصدارة هنا كريتيف سترايد الذي يأتي في هذه اللحظة في هذا الجزء من السباق ويخطف الصدارة مع عادل الفريدي بكل قوة. ما شاء الله تبارك الله، كريتيف سترايد الذي يأتي بكل قوة ويتقدم ويوسع الفارق في هذه اللحظات رغم اللحاق من قرناس الذي يحاول في المرتبة الثانية في هذا الشوط، ولكن كريتيف سترايد لماجد مترك ماجد القحطاني مع عبد الفريد.